السلام عليكم ورحمة الله. لم يأتي وفد نصارى نجران إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باحثا عن الحقيقة، وإنما أتى للجدال. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك تشتم صاحبنا؟ فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أقول؟ قالوا: تقول أنه عبد الله ورسوله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أجل، إنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنسانا قط بلا أب؟ إن كنت صادقا فأرنا مثله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فبهتوا، ثم قالوا: ألست تزعم أن عيسى روح الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى. فقالوا: فحسبنا ذلك. وهذا هو منطق النصارى، يأخذون ما يحبون ويتركون ما يبغضون، ولكن مهلا، الحقيقة لا ترى بعين واحدة. فالنصارى يعلمون جيدا من كتبهم أن عيسى عبد الله ورسوله، فنجد في كتبهم أن عيسى صلى وسجد لله كما نسجد، وأن عيسى صام كما نصوم، ونظر إلى السماء ودعا كما نفعل. وفي كتبهم أيضا أن عيسى مرض وخاف وهرب كما نفعل. فتركوا كل تلك الآيات البينات الواضحات المحكمات، وتمسكوا بأن عيسى روح الله. ذاك باختصار هو موقفهم وطريقهم، وهو طريق كل زائغ. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب